السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهارده هنحل ملحق كتاب جيم سنة تانية ثانوي. هنحل امتحان رقم 9 ورقم 10 من صفحة 209 لصفحة 214. انتظرونا. صفحة 209، تيست رقم 9، اول 4 جمل في 5 اختيارات، بنختار 2. 1. Our nursery school teacher، يعني المعلمة بتاعت الحضانة، always said، كانت دايما بتقول لنا، that she was happy، ان هي ايه، مسرورة، to work not children، انها تعمل مع الاطفال. يبقى تاخد اي حرف الجر، with او among، بين. رقم 2. The ministry of education، وزارة التعليم، allows students، تسمح للطلاب في المدارس الثانوي، to not access to the internet، ان ايه، يدخلوا على، يكون لهم حق الدخول يعني على الانترنت مجاني at school، في المدرسة. هنا مع access بناخد have access او gain access. 3. You can't climb a mountain، لا يمكنك تسلق جبل، without the proper equipment، بدون الايه، المعدات او الادوات يعني الايه، المناسبة الصالحة لكده يعني. The antonyms، المضاد لكلمة proper يعني سليم او صحيح، يبقى unsuitable يعني غير ملائم، او ايه، inconvenient، دي معناها على الموضة. إيه رقم 4. If I were in your، لو انا كنت في إيه؟ ايه، I would look for another job، كنت هبحث عن وظيفة تانية، لو كنت في مكانك، situation او position. إيه من اول 5 بقى للاخر هنختار اجابة واحدة، the story of the president's visit، يعني ايه، حكاية ايه، زيارة الرئيس، dominated، سيطرت على او تحكمت في، نيوز بيبر ايه، نقط، around the world، في انحاء العالم، يبقى نيوز بيبر هيدلاينز، العناوين الرئيسية للجرائد. 6. She was told to go back to the doctor، يعني قالوا لها ايه، او اتقال لها يعني للطبيب تاني في خلال 2 اسبوع، if she hadn't، لو هي ما تحسنتش، improved. 7. Most Arab young people، معظم الشباب الايه، العرب، have a، أو an، نقط، of the USA، الولايات المتحدة، as a very rich country، حاطين في دماغهم ان هي ايه، دولة غنية جدا، يعني دي صورة في دماغهم، image، انها مدينية، ودي موقع، ودي موقع. 8. A specialist did a full heart، يعني واحد ايه، متخصص، عمل ايه، كامل للقلب، for the patient، للمريض، before the operation، قبل العملية الجراحية، عمل له فحص للقلب، examination. 9. We not have a ticket with your name on، يعني احنا ايه، اضطرينا يكون معانا ايه، يعني كان لازم، كان من الضروري ان احنا يكون معانا تذكرة اسمك عليها، or we couldn't، ما كناش هنقدر نسافر. عندنا هنا couldn't يبقى ماضي، يبقى نختار had to. 10. The higher the temperature، كلما كانت درجة الحرارة عالية، the نقط، the demand for، كلما زاد الطلب على الايه، الايس كريم. هنا ايه، عندنا قاعدة فاكرينها ديت، كلما the، بعدين هنا صفة مقارنة، ايه هنا the وصفة مقارنة، هنختارهم greater. 11. I haven't made up my mind yet، لسه ما قررتش بعد، but I think، ولكن انا اعتقد، I مع I think، بنختاروا ايه، will زائد المصدر، مستقبل يعني، نعتقد ان انا سوف ايه، will find، اجد، something nice، شيء ما لطيف، فين، في دولاب الملابس عشان ارتديه يعني. 12. The presenter، اللي هو الايه، مقدم برنامج، asked the writer، طلب من الكاتب، ask وبعدين مفعول، يجي to المصدر، يبقى to talk، طلب منه انه ايه بقى، يتحدث عن حياة شكسبير ايه، السابقة. 13. A company's logo، اللوجو ايه، او الشعار بتاع الايه، بتاع الشركة يعني، نقط، to help people، عشان يساعد الناس، easily، بسهولة، identify، يتعرفوا على ايه، منتجات الشركة ديت، يبقى ايه الغرض من اللوجو ده، is meant، او المقصود منه. 14. If we had a map، لو معانا خريطة، we not be able to get out، ان احنا نخرج من المكان ده، يبقى لو احنا معانا خريطة كنا نقدر نخرج من المكان ده. هنا قاعدة if، ده ماضي بسيط، had بس، يبقى دي الحالة التانية من اف، يجي هنا وود زائد المصدر، تبقى وود بي. 15.
This isn't my book. ده مش كتابي. It's يبقى ايه؟ ده ملك اختي. It's my sister's. دي بقى من الاعداد معروفة. 16. They are very kind to me. يعني هما عاطفين معايا. They treat me. هما يعاملوني not their own son. كما لو كنت. كما لو كنت هتبقى ايه؟ As if I were. دي تعبر عن تخيل. دي اللي هي بتاعت ايه؟ if I were. دي خيال او يعني شيء ايه طبعا مش واقعي. هما بيعاملوني اكن انا ايه؟ كما لو كنت ايه؟ ابنهم. صفحة 210 ديت القطعة. معلش النهاردة نعتذر لكم، هنقول بس المعاني كده. دي كهرباء ودي أجهزة زي أجهزة كهربائية كده، ودي مشحون، ودي معناها جسيمات، يحك شيء ما. دي معناها طاقة. دي نحاس، ودي فضة، ودي الألمنيوم طبعا. ودي معناها موصل. كلها بتتكلم عن ايه؟ عن الكهرباء. ودي عازل، مواد عازلة للكهرباء. طيب نشوف الأسئلة. رقم 17 هتبقى الإجابة دي. يعني المعدن والمية هما مادتين ايه؟ بيكونوا ايه؟ موصلين جيدين للكهرباء. 18 هتكون الإجابة بي. يعني الجرافيت ده ايه؟ موصل جيد للكهرباء. رقم 19 الإجابة دي. يعني أحد الايه؟ الحاجات اللي جاية ديت بتكون موصل جيد برضك للكهرباء، اللي هو النحاس. 20 مضاد كلمة straight يبقى ايه؟ غير مباشر، طريقة غير مباشرة. 21 هتبقى الإجابة بي. الكهرباء ممكن تنتقل من ايه في الإنسان، يعني بسبب ايه بقى؟ إن جسم الإنسان يحتوي على الماء. 22 تبقى الإجابة بي. صفحة 211. 23 تبقى الإجابة سي، بمعنى موصلات. 24 هتبقى الإجابة الأولانية. السؤال اللي بعده، ترجم إلى اللغة العربية. هنا الحل، العديد من مدننا القديمة لا تناسب الحياة العصرية، وهي تتألف من مجموعة متنوعة من المباني والشوارع الضيقة المليئة بأبخرة البنزين والضوضاء التي تؤثر على صحة الناس. على صحة الناس. الترجمة التانية، ترجم إلى اللغة الإنجليزية. إن مصر هبة النيل. هنجيب الفاعل يبقى Egypt. Is the gift يعني هبة of the Nile. وبدونه ستصبح صحراء جرداء. And without it يعني بدونه. Egypt will become سوف تصبح a barren desert يعني صحراء ايه جرداء. لذلك يجب علينا الحفاظ عليه. So we must يجب علينا preserve it الحفاظ عليه. وترشيد استهلاك rationalize يعني نرشد our consumption of water استهلاكنا من المياه. مما يساعدنا في مواجهة أزمة سد النهضة. مما يعني الذي which will help us سوف يساعدنا يواجه يعني face the crisis بمعنى أزمة of the Renaissance Dam اللي هو سد النهضة. صفحة 212 التست رقم 10. أول أربع جمل، خمس اختيارات، بنختار اتنين. واحد، the storm العاصفة caused سببت severe damage يعني ايه؟ تلف أو ايه؟ دمار شديد. The antonyms المضاد لكلمة severe اللي هي طبعا ايه؟ gentle طفيف كده و mild. اتنين، on my first day at my new school في أول يوم ليا في مدرستي الجديدة. Father asked me بابايا طلب مني أو ايه؟ سألني يعني what I thought not it يعني ماذا ايه؟ ما رأيي في المدرسة ديت. هنا thought هتاخد ايه؟ حرف الجر about أو of.
ما رأيك في المدرسة الجديدة بقى؟ 3 I usually have lunch، عادة أتناول الغداء at fast food restaurants، في المطاعم الإيه؟ الوجبات السريعة. Because they not the food quickly، لأنهم بيقدموا الطعام إيه بسرعة، يجهز prepare أو إيه كمان serve. 4 We all respect our teacher، إحنا كلنا بنحترم الإيه المدرس بتاعنا أو المدرسة بتاعتنا. For his honesty، لأمانته وإخلاصه وكده. الفعل respect يحترم، الصفة منه، الصفات منه إيه؟ respectful بمعنى محترم، وكمان إيه؟ respected محترم، دي صفة. من أول 5 بقى للآخر هنختار إيه؟ إجابة واحدة. 5 This furniture، هذا الأثاث، is still in its، ما زال في إيه؟ not condition، في حالته الإيه؟ so it's valuable، لذلك فهو قيم، ما زال في حالته الأصلية original. 6 social media، اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، have attracted، جذبت ايه نقط، because of their increasing، بسبب شعبيتها المتزايدة، يبقى جذبت المعلنين advertisers. 7 في هذا البرنامج old soldiers، يعني جنود ايه قدامى او كبار السن، ماشي، talk about their، بيتحدثوا عن ايه نقط of the war، بيتحدثوا عن ذكرياتهم للحرب، يبقى memories. 8 the two little sisters، الاختين الصغيرين، نقط arms، happily، بسعادة، as they walked to school، يعني هما ايه رايحين المدرسة، يبقى ايه لفوا ذراعاتهم كده، يعني كأنهم مسكوا في ايدين بعض، يعني rabid، rabid arms. 9 to get a cheap ticket، الحصول على تذكرة ايه رخيصة، هي نقط book in advance، اضطر يحجز مقدما. 3 منفيين عمت، ودي الوحيدة المثبتة، يبقى had to، اضطر الى في الماضي. she earns at least، هي بتكسب على الاقل، as much، وبعدين هنا دي سهلة، as much as، دي معروفة كده بنحفظها، يعني ايه تكسب كتير، زي مين؟ زي ماهر، ومن المحتمل أكتر منه. 11 The results، النتائج، were completely wrong، كانت إيه خاطئة تماما. She not have planned، إن هي تكون خططت the experiment، للتجربة، more carefully، أكثر حرصا، يبقى كان يجب عليها إنها تعمل كده، تخطط للتجربة عشان ما تطلعش النتائج كلها غلط كده، كان يجب، يبقى should، طبعا في هنا have والتصريف التالت، لكن العكس اللي هي اللي حصل، هي ما خططتش. 12 A lot of students، كثير من الطلاب، كانت أنصر، لا يمكنهم ان يجاوبوا ايه امتحان الرياضيات دي او مسألة الرياضيات ديت، it not difficult، يبقى يبدو ان الايه المسألة دي صعبة، يبدو تبقى seems. 13 If I had another، لو معايا ايه 5000 جنيه تانيين، I not a car، كنت هشتري ايه السيارة. عندي هنا if، وهنا had، ماضي بسيط، had لوحدها هتبقى ماضي بسيط، يبقى دي الحالة التانية من if، هيجي هنا ايه could زائد المصدر could by. 14 سامي has told us، سامي قال لنا that he not when we arrive at the station، ان هو ايه هيكون بيشتغل لما احنا نصل ايه المحطة، so we will have to get a taxi، لذلك ايه خدوا تاكسي وتعالوا انتوا بقى، مش هاجي لكم. خلاص نركز مع بعض، دي وين هنا، بعدها مضارع بسيط، فهيجي هنا مستقبل، بس ايه حسب المعنى بقى، مستقبل مستمر، will be working، في الوقت ده هيكون مشغول بقى في الشغل، فمش هيجي لنا. 15 I am going to a wedding، انا رايح حفلة زفاف يوم الايه السبت، نقط is getting married، يبقى ايه احد اصدقائي سوف يتزوج. عندنا بقى ده تعبير احنا نحفظه a friend of mine. 16 they live on a busy road، هما بيعيشوا في طريق كده مشغول مزدحم، نقط a lot of noise، كثير من الايه الضوضاء، from the traffic، من المرور، يبقى لابد ان هناك في كثير من الايه الضوضاء والدوشة، there must be، ديت بقى استنتاج في الايه المضارع must be، ليه هنا عندنا مضارع هنا live، يبقى دي تبقى استنتاج في المضارع. الصفحة اللي بعدها صفحة 213
ودي القطعة دي لو لاحظت جت قبل كده فين في الكتاب الأصلي عن الأسود، وإزاي إيه بيصطادهم وإيه ناس الأسود وكده. فمعلش إحنا إيه هنحلها بقى كده على طول لأن هي مرت علينا قبل كده. رقم 17 بيقول لي هنا: وفقا للمقالة ديت كيف تكون الأسود مختلفة عن أي قط بري؟ هتبقى الإجابة دي: الأسود هي الوحيدة اللي بتعيش في مجموعات تعاونية كده مع بعض. 18 هتبقى الإجابة سي. بيقول هنا: ما السبب إن إناث الأسود هي اللي بتصطاد بدلا من الذكور؟ ليه بقى؟ عشان الإناث بتكون أصغر من الذكور، ويمكنها إن هي بقى تقرب من الفريسة وتعرف تصطاد. 19 الأسود بتصطاد بتصطاد حيوانات السريعة والكبيرة والصغيرة كمان. يبقى الإجابة دي A و B. 20 مرادف لكلمة ضحية ديت هتبقى B. 21 هنا بيقول الفهود، الفهد يعني جمع فهد، يخفي الفريسة بتاعته هتبقى B عشان يحميها من الإيه من الأسود، الأسود تيجي تاكلها منه. صفحة 214 22 هتبقى الإجابة سي، النمورة الآسيوية. 23 they هتبقى عايد على بي، إناث الأسود. 24 أفضل عنوان بقى للقطعة هتبقى الإجابة دي، حياة الأسد الأفريقي. السؤال اللي بعده دي الترجمة، ترجم اللغة العربية، ادي الترجمة اللي هي اللغة العربية موجودة عندنا مش محتاجة حاجة بقى. طيب الترجمة التانية للسياحة هنترجم الى اللغة الانجليزية. هنا الترجمة بتقول لازم تفهمها: للسياحة دور هام في الاقتصاد في مصر. الفاعل السياحة tourism has an important role، لها دور هام in the economy في الاقتصاد in Egypt في مصر. فهي توفر الكثير من فرص العمل، as it provides يوفر many job opportunities فرص عمل، كما أنها ثاني أهم مصدر للعملة الأجنبية، and كما is the second most important source مصدر مهم، أهم مصدر للعملة الأجنبية of foreign currency التي تحتاج إليها مصر that Egypt needs. كده بنتهي فيديو النهاردة، وانتظرونا في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.